غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. Hello. Hi, yeah, it's Reverend Derek Hanna. Please leave your name, phone number, a brief message. I will get back with you as soon as possible. Thank you. اهلا سعاده قس اليكس هانا. حضرتك انا اتصلت بيك قبل كده معك وسام عبد الله ابو مريم وكان في نقاش مع حضرتك وكده. هل في امكانيه نعمل مناظره مع حضرتك في اي موضوع مسيحي انت تختاره؟ اتصل بيك ان شاء الله الاسبوع القادم وشوف ردك ايه ان شاء الله. شكرا سعاده قس اليكس هانا. القس اليكس هانا مذيع في قناه الكرمه. القس أليكس حنا مذيع في قناة الكرم. اتصلنا بي قبل كده. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا لضاه. وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سنها؟